لا يعترف صيادو العقارب في بلدية أدبيلة بوادي سوف بمقولة من العقرب لا تقترب، حيث يخرج الشباب جماعات وفرادى بحثا عن العقارب في أماكن مختلفة لجمعها وبيعها لمحادي باستور واستخلاص المصل المضاد للسعات العقرب. ويفضل البعض استخلاص أدوية خاصة بالأمراض الجلدية وحتى الذين يعانون من البواسر وفق ما أثبتته التجارب. والعهدة يا جماعة على السي العربي بائع الزريعة. اصطياد العقرب في الليل أفضل من النهار عند البعض، ولمعرفة السبب تابعوا هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا من وادي سوف ياسين، ومن حظه أن لقبه بغزالة حتى إذا اقتربت منه العقرب استطاع الهروب بسرعة. احنا اشتينا ننفعوا بها الناس، فهمت؟ نحكموا احنا واحدة نحو الخطر تاعها على الفلاح، اثنين معناها تخرج لنا المصل. يا اخويا صدروه المصل، دبروا له بها في اي دوله من الدول كاينه معناها بكثره هنا، والمكافحه تاعها فهمت ما عندها حتى مكافحه من خل فك. هذا المشهد المخيف مألوف لدى هؤلاء الشباب هنا ببلديه الدبيله بولايه الوادي. صيد العقارب شباب مغامرون متحدون العقبات التي قد تنجر عن هذا العمل، ويقتربون من العقرب ذات السم القاتل، بل ويصطادونها لعدة أغراض منها إنسانية وحتى تجارية. حتى اللي يخدم التمر معناها مشكل ليه، يطلع يقال فوق والجانب حنش. ومن على فلاح هذا وفلاحة منا في الغابات تاع القرية ما ننفعوا بهم، يلقون ذي الشجون نحولوا في الخطر على الجنانات. راك تشوف خطر كبير. ويحبذ الكثير هنا الاصطياد في الليل، وتستعمل فيه إنارة خاصة تكشف العقرب عن بعد، ولا يكلف عناء البحث عكس النهار. كما شفتوا معناها الشباب هذا ما هم جابوا لي معناها اليوم محصول تاع اليوم 35 كعبة معدوهم قدامكم. معناها احنا قلت لكم نشد فيهم عليهم 7000 الكعبة، قلت لك. وهذا العويني اللي يشري معناه المعتمد عن باستور هنا في ولاية الوادي يشري بين 5000 ولا 6000 ما هو مش عارف. خطر هذه الحشرة لا يستهان به، وتوفير المصل ضد اللسع ضروري لإنقاذ الأرواح. وتبعث هذه العقارب المصطادة إلى معهد باستور بالجزائر العاصمة، وهو بدوره يستخرج منها المصل المضاد للسع. لكن باستور يسمح باستقبال حوالي 5000 عقرب، فمقارنة مما يصطادونه هؤلاء الشباب وغيرهم فهو رقم زهيد جدا. معناها ياسر علي أنا واحد من الناس، قلت لك وش ندير بهم، نحاول أني باش ندي الباستور، نحاول معناها بالطرق الكل اليوم أو عن طريق معناها تلفزيون عن طريق الشروق بارك الله فيهم باش نوصل معناها ميساج. معناها علاش المنتوج مع حاجه كيما هذه، علاش معناها نثبطوا الشباب هذا نثبطوهم معاش يشدوا يكثر الخطر تاعها، فهمتي؟ سنوات قبل كانت عندها الوفيات كبيره منها احنا هنا في ولايه الواد. على مستوى الاستعجالات الطبيه يعني هنا بمركز الولايه استعجالات طبيه بس المعراج حسب الاحصائيات الاخيره عندنا 121 حاله، منها 7 حالات راحوا لنا الكوما اونيتات كوما
الحاجة اللي كانت يعني مؤثرة جدا هو عندنا وحدة توفت، يعني استهانوا الأهل تاعها بالبريزون شارج تاعها، واحد يدير لها قارو، واحد يدير لها شلط، وما عمباليش اللي ترم هنا الشعبية اللي تمشي. طولوا في الأمر تاعها، انتقلت من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، المرحلة الثالثة يعني انتشر السم تاعها في الجسم تاعها وتوفت. بقات لنا إنجان في كان عمرها في تقريبا في العقد الثالث يعني 26-27 سنة، توفت. يعني أمر محزن أنه لي بارون يشاركوا في، أنا ما أقدرش نقول لك جريمة، لكن تهاون من المواطنين في عدم التسريع في دم يشك أنه فيه لسع عقربي. ويستخرج من سم العقرب أيضا بعض الأدوية الشعبية كأمراض الجلد والبواسير. نخدم بها فدوى، نخدم بها دواء هكا عربي، فهمتني، يصلح الأمراض الجلدية كما حكيت قبل، والبواسير هكا ياسر حوايج معنا أثبت نجاح معنا. صب له شويه ما بارد، فهمت؟ شوف ها هي تجري، ها خلها تجري، خلها تجري شوي، خلها تمشي شوي. صب لها الماء البارد، صب 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 عليها الماء البارد، شرق زيد 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 صب. تجمد 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 ذوات الدم البارد اسمها هذه، حتى علميا فهمت. ها تولي حيوان، ها تولي حشره، بسم الله. ها كان كي نجيبوا لها مدافي، كنت راح تجيب لها شوي مدافي في حكه ولا في حاجه، تعاود هذه تحط يدك تضرب، فهمت؟ هاي تو رايحه ترجع لها شوي السخانه، زيد صب عليها شوي ما بارد. كنت جيب لنا شوي مدافي من اي بلاصه؟ من تيو، من تيو، من القرعة وليد، فهمت؟ ها خلاص رقدت، حطها فيك. ها شباب يخاطرون بأنفسهم من أجل إنقاذ غيرهم من هذه الحشرة القاتلة، وجراء هذا العمل أصبحت العقرب لدى هؤلاء الشباب شيء اعتيادي، بل مهنة ومكسب رزق لدى البعض. من العقرب لا تقرب، ولكن هؤلاء الشباب لم يقتربوا منها فقط، بل اصطادوها وروضوها. ياسين بوغزالة لبرنامج مراسلون.